النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الأيام القادمة بإذن الله. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة لكن باردة نسبيا خلال ساعات النهار، تفرقت بعض الغيوم المنخفضة نستعرضها في صور الأقمار الاصطناعية، أو قبل ذلك نستعرض المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة، وهي الطقس مستقر متوقع أن يسود خلال يوم الاثنين، لكن الأمطار تعود من جديد يوم الثلاثاء، وخلال الأسبوع الحالي تستمر الرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة بالهبوب في عموم مناطق المملكة خلال الأسبوع الحالي. نذهب الآن لصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المنخفضة والعالية التي انتشرت خلال ساعات الصباح، كانت في مجملها غير فعالة ولم تعمل على هطول أي زخات من الأمطار في أي منطقة من المملكة. نستعرض الآن وإياكم إلى خرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء. يوم الاثنين يسود طقس مستقر، لا فرصة لهطول زخات من الأمطار في عموم المناطق، مرتفع جوي متوقع أن يسيطر على المنطقة، وبالتالي تتراجع فرص هطول زخات الأمطار خلال ساعات يوم الاثنين. لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء يعود منخفض البحر الأحمر للامتداد من جديد نحو شرق البحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع اندفاع لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية، استعمل على نشوء حالة واسعة من عدم الاستقرار الجوي فوق العراق وأجزاء من منطقة بلاد الشام، تشمل المملكة خلال ساعات مساء يوم الثلاثاء، حيث تبدأ الفرصة أو تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار خاصة في المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية بحول الله. خلال الليل الثلاثاء على الأربعاء تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي، تعطل زخات رعدية من الأمطار خاصة هنا في المنطقة الشرقية، تتراجع حدتها في المنطقة الوسطى والشمالية، لكن تعود فرصة الأمطار من جديد خلال ساعات نهار يوم الأربعاء بحول الله. نذهب الآن إلى خرائط توزيع الرياح المتوقعة خلال الأيام القادمة تحديدا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الأربعاء، حيث تهب رياح شرقية هي ناتجة عن امتداد لمنخفض البحر الأحمر نحو شرق البحر المتوسط بالتزامن مع وجود لمرتفع جوي فوق الأراضي العراقية. هذه العناصر الجوية في هذه الأماكن ستعمل على اندفاع لهذه الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية نحو المملكة. هذه الرياح ستكون نوعا ما باردة، ستعمل على ازدياد الإحساس بالبرودة، أيضا نوعا ما ستكون أقل رطوبة من الرياح التي هبت علينا خلال اليومين الماضيين، وبالتالي خلال الثلاث أيام القادمة كما ذكرنا رياح شرقية نشطة تزيد من الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لنهار ليوم الاثنين بإذن الله، حيث تهب رياح نشطة 16 درجة مئوية متوقعة، الملموسة 15، الرطوبة حوالي 79%، أما الرياح تكون كما ذكرنا جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة، السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة. بالنسبة للثلاث أيام القادمة بإذن الله يوم الاثنين رياح نشطة تبقى مستمرة، جنوبية شرقية الاتجاه 17 درجة مئوية، الصغرى 9 درجات، يوم الثلاثاء 16 إلى 9، ويوم الأربعاء طقس غائم جزئي 15 إلى 9، لكن هناك فرصة كما ذكرنا لهطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء تتركز في المنطقة الشرقية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.